السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنعيش الليلة دي مع آية. الآية دي الحقيقة بتاخد من قلب الواحد قوي بجد. يعني هي قول المولى عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة ما فيش سبب نزول خاص بها، لكن في مناسبة جميلة أو مربوطة بالآية دي، وهي اللي أنا هذكرها الليلة دي. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل، اللي هو كان واحد من الأربعة الذين أمر النبي أصحابه أن يأخذوا القرآن منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال: خذوا القرآن من أربعة، كم من ضمنهم؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب كان دي مفاجأة عجيبة جدا، وأنا بعتبرها من الكرامات العظيمة أو اللي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك، حط نفسك مكانه، وحضرتك حط نفسك مكانه. تخيل حضرتك لو اني فجأة لقيت باب بيتك بيخبط، بتفتح الباب لقيت قدامك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي وجهه مش عايز اقول زي القمر، بل احلى وابهى واجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. فالنبي راح مخبط على ابي بن كعب، فابي فتح له، فتفاجئ ان اللي واقف قدامه ان هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، هل أخبرتني حتى آتيك؟ معقولة أنت اللي تيجي لحد عندي؟ فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبره إن هو جاي في مهمة، جياله بأمر من رب البرية سبحانه وتعالى. لو كان النبي جايله بنفسه فدي منقبة عظيمة جدا. فتخيل المنقبة اللي أعظم من كده، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام وقال له: قول للنبي صلى الله عليه وسلم روح وخبط على أبي بن كعب واقرأ عليه سورة البينة. فراح النبي عليه السلام، قال له: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وفي رواية أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ف سيدنا أبي طبعا من المفاجأة الكبيرة جدا، وطبعا أنا عذره دلوقتي، طبعا متخيل حضرتك واحد النبي جاي بيقول له ده ربنا يعني سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أجي أقرأ عليك سورة معينة. فأبي بن كعب ضرب المسألة في دماغه، فقال له: يا رسول الله، يعني الله سماني لك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك جبريل وقال لك روح لأبي بن كعب، ولا قال لك روح لأي واحد من الصحابة فأنت اخترتني أنا إكراما لي، أو أنت عايز يعني تكرمني بهذه المنقبة؟ قال: الله سماك لي. لا، الموضوع ما كانش اجتهاد مني، ده الموضوع جاي بأمر من فاطر السماوات والأرض، أمرني أن أنا أجي أقرأ عليك القرآن وأقرأ عليك سورة البينة ليك أنت مخصوص. وفي رواية عند أحمد قال له أبي: وقد ذكرت هناك يا رسول الله. منقبة ما بعدها منقبة. أنا اسمي، أنا يا عبدي يا فقير إلى الله سبحانه وتعالى، اسمي ذكر من فوق سبع سماوات، وقد ذكرت هناك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ذكرت هناك يا أبي. ففرح أبي، ومن شدة الفرح، عارف حضرتك الفرحة اللي تخلي دموعك تنزل على خدك من شدة الفرحة، ده اللي حصل مع أبي. فأبي بن كعب نزلت دموع على خده، كان في مجموعة من الصحابة عنده، فبيقولوا له: وهل فرح فرحت بذلك يا أبي؟ قال: وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا محتاجين نفرح بحاجات كتيرة قوي، في نعم كتيرة جدا يا جماعة، والله العظيم ممكن ما نكونش حاسين بيها، وهي نعم يعني ما فيش إنسان في الدنيا دي كلها يعني يتخيل ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بمثل هذه النعمه. شوف المولى عز وجل حينما يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
ولو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى، فنعم المولى عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالمولى عز وجل بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي دي النعمة، لأن من نعمة الإسلام بتنبثق كل النعم من خلال الإسلام. اتعلمنا كيف نتعامل مع الحاكم، كيف نتعامل مع المحكوم، كيف نتعامل مع الزوجة، مع الأم، مع الأب، مع اليتيم، مع الفقير، مع المسكين، مع الصديق، مع الصاحب، مع كذا مع كذا، نتعامل ازاي مع الكون ده كله، ازاي ان احنا نتعايش مع آيات المولى عز وجل، نتعايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ان احنا نعرف طريق الجنة وطريق النار، وازاي ان احنا نسلك طريق الجنة، وازاي ان احنا في النهاية ربنا يكرمنا ونفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. عرفنا كل ده من خلال الإسلام، الإسلام اللي بيشمل نبعين صافيين اللي هم النبعين الصافيين الكتاب والسنة، اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حاجة جميلة قوي إن أنت تفرح بنعمة الإيمان، الله أكبر، يعني يمنون عليك أن أسلموا، لا ده بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن إن كنتم صادقين. أنتوا بتمنوا على إيه؟ ده ربنا هو اللي بيمن عليكم سبحانه وتعالى، يمن عليكم أن هو اللي هداكم للإيمان، ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقكم نعمة الإسلام. النهاردة في الأرض 6.5 مليار من البشرية، منهم 1.5 مليار مسلم، وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى. مين اللي اصطفاك واختارك عشان تكون مسلم وموحد؟ مين اللي اختارك عشان تكون من أمة النبي محمد؟ مين اللي اختارك عشان تكون من أهل السنة والجماعة؟ مين اللي اختارك عشان تصلي وتصوم وتقوم ليلة القدر؟ مين اللي اختارك علشان تكون من الخاشعين والبكائين؟ مين اللي اختارك عشان تقرأ القرآن وعلشان تتعايش مع كل آية؟ ومين اللي اختارك عشان تعمل الخير وتكفل اليتامى؟ ومين ومين ومين؟ كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي من علينا بكل النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولولا ان ربنا رزقنا نعمة الهداية، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الله اكبر، فانزلنا سكينة علينا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشد الابيات ديت وهو بيحفر الخندق، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اوعى تفتكر ان انت بتصلي بمزاجك كده ويعني وجدعنتك، او ان انت قلبك اهتدى للإيمان بمزاجك، المولى عز وجل هو اللي هداك، هو اللي اكرمك، وهو اللي اعانك. في صدق من قلبك فربنا اكرمك، من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا الى اخر الحديث، لكن في النهاية الهداية بيد المولى عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلنا قبل كده أن في نوعين من الهداية، في نوع من الهداية يملكها الأنبياء والعلماء والدعاء، وفي نوع من الهداية لا يملكها إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وهو ده التوفيق بين قول المولى عز وجل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الإرشاد والدلالة، الدلالة والإرشاد، إن النبي بيدلنا على طريق الجنة وبيرشدنا لطريق الجنة، دي الهداية التي كان يملكها النبي، وليس النبي فحسب بل وورثة الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى إذن هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق إن ربنا والقبول والإثابة فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكون إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الهداية، دي نعمة لوحدها تستحق إلى أن أنت تسجد لله شكرا سبحانه وتعالى. واحد مرة راح يشتكي لأحد العلماء فبيقول له أنا فقير جدا ومش لأكل ومش عارف إيه وعمال بيشتكي له بقى الفقر والفاقة والضنك والضيق والشدة فقال له إيه رأيك؟ أنا سمعت إن أنت حافظ القرآن كله. قال له الحمد لله. قال له طب إيه رأيك تيجي ناخد من صدرك سورة البقرة ونديك 100,000 دينار؟ قال له لا طبعا، ولا حتى 200,000 دينار ولا 1,000 دينار. قال له طب ناخد سورة آل عمران ونعطيك كذا؟ قال له لا. قال له طب سورة النساء؟ قال له سبحان الله، تملك كل هذا الثراء وتشتكي الفقر. معناها عايز يقول له أنت معك خير كبير قوي، ربنا أكرمك وجعل في جوفك وفي قلبك القرآن، وما أحرك جسد كان به القرآن أبدا،
لا يمكن، مستحيل ان المولى عز وجل يعذب جسدا به القرآن اذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، انه كما تعلمون القرآن حجة لك او عليك. لو كان القرآن في قلب انسان، والانسان ده بيبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وبيعمل بالقرآن ويمتثل باحكام القرآن و الى غير ذلك، فهذا الانسان لا يمكن ان يتعرض الى النار، ولو حتى تعرض للنار من باب فقط العقوبة على بعض المعاصي فنهيته لابد ان تكون الى الجنة. وهذا هو اعتقاد اهل السنة والجماعة، انه لا خلد موحد أبدا في النار أبدا. ربنا يجعلنا وإياكم في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. أما لو كان بيبتغي بهذا القرآن غير وجه الله سبحانه وتعالى، كأن يرائي أو ينافق أو يتأكل به أو يجعله تجارة، فأنتم تعلمون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، أول من تصعر به النار يوم القيامة الثلاثة من ضمنهم قارئ القرآن. فإذا فنعمة كبيرة قوي أن ربنا يهديك للإيمان، نعم كبيرة إن ربنا خلقك مسلما. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني وقت البرنامج لا يسمح أن أنا أفسر الآية دي كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وفي تفسير هو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا عنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة افرح بنعمة الإيمان والإسلام، افرح ان ربنا هداك لنعمة الاسلام، لان يوم القيامة لن يقبل الا هذا الدين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الدين عند الله الاسلام، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سيدنا يوسف بعدما ربنا سبحانه وتعالى يسر له الخروج من السجن وجعله عزيز مصر، وما شاء الله وبقى ما شاء الله ملك متوج، واهل جون بالفلسطين وعاشوا معاه، والدنيا بقت جميلة جدا بعد ما وصل لكل أمنيات عمره، قال الكلمات الجميلة اللي ربنا سطرها في القرآن. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. طب إيه المقدمة الجميلة دي كلها؟ عايز إيه سيدنا يوسف؟ قال توفني مسلما، شوف التواضع، وألحقني بالصالحين. الله، كلما الإنسان يعلى، كلما يعلى في الإيمان، كلما يعلى في العلم، كلما يعلى في المال، كلما يعلى في المنصب، مفيش أجمل من أنه يتواضع. والعلماء مثلوا المثل دوت بسنبولة القمح. عارف حضرتك السنبولة اللي بيبقى فيها حبات القمح؟ السنبولة دي لما تكون فاضية ما فيهاش ولا قمح، يعني سنبولة على الفاضي كده ولا ليها لازم أصلا، شغلة مكان في الأرض وبس كده، السنبولة دي بتبقى كده شامخة واقفة، خد بالك ليه؟ فاضية ما فيهاش حاجة. زيك دايما تلاقي العالم المتواضع عالم، والمتكبر فاضي، وخد بالك دي علامة جميلة قوي قوي. فيقول لك سنبلة القمح لما بيكون فاضية عاملة كده شامخة، ولما تكون مليانة وفيها خير كبير قوي البشر سينتفعوا بها بتكون عاملة كده ميلة من التقل اللي فيها، ميلة على الأرض متواضعة. يا سلام، نعمة جميلة قوي. شفت سيدنا يوسف بيقول ايه؟ سيدنا يوسف يعني نبي من الأنبياء الكرام، من صفة خلق الله سبحانه وتعالى، من عباد الله المخلصين. ربنا قال عنه كده إنه من عبادنا المخلصين، ورغم ذلك بيقول ايه؟ توفني مسلما. ما بيقولش يا رب بقى أنا نبي من الأنبياء ولابد أن أكون في الجنة فيرست كلاس، واخد بالك؟ ما بيقولش أكون في أعلى درجات الجنة، شوف التواضع، بيقول توفني مسلما وألحقني كأن الصالحين قدامه وخليني وراهم. الله على التواضع وعلى جمال التواضع. لأن النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا يا رب اصرف عنا وعنكم الكبر، لأن النبي لما وضح صورة المتكبر يوم القيامة الله يعافيني ويعافيكم يا رب. قال يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، خد بالك الذر ده اللي هو النمل الصغير قوي اللي انت حقيقة يمكن تكاد ما بتشوفوش، خد بالك، يمكن نملة منهم تلسعك تقعد تبص في ايديك والله تدور هي في ايه اللي بيلسعنا ده، فين وفين، لو نظرك ضعيف مش هتشوفها، لو نظرك كويس هتشوفها. هو ده الذر، هيبقى في شكل الرجل لكن في حجم النمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الرجال في أحجام الذر يوم القيامة، خد بالك بقى من اللفظ، يطأهم الناس بأقدامهم، الناس تدوس عليهم برجليهم زي ما هم كانوا في الدنيا بيدوس على الناس برجليهم. لكن انت مش عارف أنا مين،
انت مش عارف انا ابني، انت عارف انت بتكلم مين، انت مش واخد بالك ولا ايه، انت اقف كويس ومش عارف من ازاي الكلام اللي بيقوله ده، واخد بالك انت مش عارف انت قدام مين، انت مش عارف انا ابني مين، خد بالك الكبر. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ربنا يا رب يعني يعلينا ويوطي انفسنا فعلا زي ما ابائنا الطيبين اللي كانوا بيدعوا امهاتنا، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. فبيقول لك يطأهم الناس باقدامهم، وبعدين شوف بقى تكمله الحديث بيقول يغشاهم الذل من كل مكان، مذلولين من كل مكان، وبعدين يسقون من ردغه الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال؟ قال عصاره اهل النار. لما اهل النار يخشوا النار ويتشووا بينزل منهم، ربنا عافينا وعافيك، عصاره. العصاره دي هي السقايه بتاعه المتكبرين، لما يعوز يشرب يشرب الخلاصه بتاعه العصاره اللي نازله من المحروقين في النار. مين في الدنيا بعد النهارده يتكبر؟ مين في الدنيا بعد النهارده يشمخ كده ويحس بنفسه ويقول لك انا وش انا ومش عارف ايه؟ خد بالك من حاجه، كل ما هتتواضع على ربنا ربنا هيرفع قدرك، لان ربنا قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. تاكد انك يوم ما تتكبر وتحس جواك بالكبر وان انت بقيت حاجه، واخد بالك، وانك انت تحس ان انت بقيت يعني بيشار اليك بالبنان، صدقني والله العظيم دي بدايه الضياع. هتبقى مذموم عند الخلق ومذموم عند الخالق، وربنا هينزع محبتك من قلوب الناس، لان مفيش حد في الدنيا بيحب المتكبر. عايز اقول لك حاجه، وان كانت الفطر المنتكسه اللي احنا شايفينها في بعض الناس في زماننا ده بقت تحب الايه اللي يقول لك ايه، يقول لك انا بصراحه احب الراجل الستايل الشامخ ده، المتكبر ده يعجبني قوي الصنف ده، دي فطر منتكسه. اوعى تحكم على الانسان من خلال فطر منتكسه، انما الفطر السويه والفطر السليمه تقول لك ان سيد المتواضعين هو صلى الله عليه وسلم، هو احب انسان الى قلوب الناس جميعا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يرزقنا واياكم نعمه التواضع. تعالوا نتعايش مع الايه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. نعرف المعنى وتدينا الحكايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومع قول المولى عز وجل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، الناس اللي انشغلت بالدنيا ونسيت دينها، الناس اللي ممكن تكون في رمضان دلوقتي لا واخدة بالها لا من تراويح ولا من تهجد ولا من عبادة ولا أي حاجة، ومقضية حياتها كلها على القهاوي والسهرات الرمضانية والمسلسلات والأفلام. كمية المسلسلات والبرامج اللي اتعملت في رمضان متكلفة مليار ونص. تخيلوا المليار ونص دولت لو اتحطوا في ميزانية مصر للناس اللي عايشين في العشوائيات، كل واحد في العشوائيات دولت أنا في اعتقادي أن 3000 جنيه هيغيروا حياته. يتجاب له شقة كده يدفع مقدم 1000 جنيه إيجار جديد، وكل شهر 500 جنيه، ويتحط في ايده 2000 جنيه يعمل بهم اي مشروع بسيط، يجيب شويه بضايع، هياكل عيش هو وزوجته واولاده، وهيقول الحمد لله رب العالمين فرجت وخلصت من الهم اللي انا فيه. وطلع عاش في شقه اوضتين وصاله وحمام ومطبخ وبلكونه، يشم شويه هواء نضاف ويشرب شويه ميه نضاف ويدعي للناس كلها. المليار ونص دولت اقسم بالله كانوا حلوا مشكله كل العشوائيات الموجوده في مصر، عشان بس شويه افلام ومسلسلات ولا برامج. وسامحوني يعني، انا تعرفين انا عمري في حياتي ما دعيت على فنان ولا اي حد، بقول يا رب اهديهم يا رب، وبنتمنى ان ربنا يشرح قلوبهم للهدايه. عمرنا ما دعينا على حد ولا اغلظنا على حد، بس كنا واحد بيتمنى ان الاموال دي تنفق في حاجه، يعني في عز الاقتصاد المهلهل اللي احنا فيه ده كانت تنفق على الناس اللي ماتت من الجوع. وكانت في عز رمضان اعرف ناس في عز رمضان كانت بتفطر على خبز وجبنه او خبز وفول في عز رمضان، هو صايم وتعبان وشقيان طول النهار وشغال في يعني في الشيل والحط. ربنا يبقى فنعمه الايمان نعمه عظيمه قوي. شوف نعمه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز حضرتك تتخيل والله العظيم بجد تخيلها كده، تخيل الدنيا من غير النبي تبقى عامله ازاي صلى الله عليه وسلم. تخيل والله العظيم ما في حد نظفنا، بقولها والله واقصدها، ما في حد نظفنا ولا رقانا ولا خلانا بني ادمين الا القران والسنه.
إلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي عرفنا إزاي نكون بني آدمين. لو بتبحث عن الذوقيات والإتيكيت، أول من علمنا الذوقيات هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتبحث عن المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والإنسان يكون إنسان، ما علمنا هذا إلا سيد ولد آدم اللي ربنا وصفه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. أنا تخيلت مرة حياة من غير النبي تبقى سواد، والله العظيم سواد، والله ما يبقى فيه إنسان على وجه الأرض في قلبه ذرة رحمة إن لم يذكر القرآن وكلام القرآن، وإن لم يذكر كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله وتصرفاته وسرته وحياته وعلاقاته وسلوكياته وأخلاقياته. أقسم بالله ما كنا نبقى بني آدمين صدقوني. وعايزين تعرفوا الفرق بين ان احنا نعيش في حياة ليس فيها النبي، قول لي ما هو النبي مش موجود دلوقتي، اقول لك سنته موجودة الحمد لله صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك حاجة، انا تخيلت كده، لو عايز تعرف الفرق بص لحياة الناس قبل بعثة النبي، وبص لحياتنا بحياة المسلمين بعد بعثة النبي. شوف بعد قبل بعثة النبي عليه السلام، شوف اللي كانوا بيعبدوا الأصنام وكانوا بينحتوها ويبيعوها، وكانت أصحاب الرايات الحمر، وكان الزنا والفواحش واللواط والوأد والسلب والنهب وكل ما يخطر على بالك كان موجود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الأشخاص ونفس الناس اللي كانت بتعمل كل البلاء ده كله، وإذا بهم خاشعين عابدين بكائين مجاهدين في سبيل الله منفقين متصدقين. مش ممكن فعلا، حول رعاة يعني من الغنم إلى سادة للأجيال والشعوب والأمم صلى الله عليه وسلم. ولقد يعني ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. فترقاهم يتعاملون فيعطون ويأخذون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم قرآن وسنة، خلانا بني أدمين. فشوف قد ايه، شوف من رحمة ربنا بنا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولو هقعد أتكلم عن النبي عليه السلام أقسم بالله ما يكفيني سنين. يعني أنا في كتاب عامله اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 700 وشوية صفحة، والله العظيم مش قادر أقول لحضرتك، أنا قعدت بس فقط أوصف بعض الأشياء التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سلوكياته ومعاملاته لأخلاقاته عند الحروب وأثناء الحروب وبعد الحروب ومعاملاته مع الأسرى إلى كل ما يخطر على بالك. قلت مش ممكن، كيف يكون حال الكون من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما نعرف قدر النبي عليه السلام أبدا، ولن نعرف قدر النبي عليه السلام على حقيقته إلا يوم القيامة لما ربنا عرفنا قدره، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني إحنا بنحب النبي عليه السلام وعارفين قدره، لكن قدره الحقيقي هنعرفه يوم القيامة، هنعرف مين هو النبي. إحنا لو نعرف قدر النبي بجد لا يمكن تلاقي واحد بيعق أمه وأبوه، لأن النبي قال لك أوعى تعق أمك وأبوك، فكون إن أنا بحبه لازم أسمع كلامه. لا يمكن تلاقي واحدة متبرجة، لا يمكن تلاقي واحد ما بيصليش، لا يمكن تلاقي واحد ما بيقرأش في القرآن ولا يقرأش في سنة النبي عليه السلام. لو بنحب ربنا وبنحب النبي عليه السلام لا يمكن هتلاقي غلطة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي رحمة، رحمة للعالمين، والمولى عز وجل يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بالقرآن، افرح ان ربنا رزقك بكتاب الحرف الواحد فيه بعشر حسنات وإلى أضعاف كثيرة. القرآن اللي هتيجي يوم القيامة يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولو لم يكن في القرآن ثواب ولا حسنات فيكفي أنه منهج حياة يكفل لك السعادة في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. ليه طرفين؟ طرف بيد الله وطرف بأيديكم. قال فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هتحتاج يوم القيامة للي يشفع لك. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه
ساقه إلى النار. افرح بالقرآن، عيش مع القرآن. الإمام الشافعي في شهر رمضان كان بيختم القرآن 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار، وهذا أثر صحيح كالشمس. اختم سيدي إن شاء الله حتى 3 مرات 5 مرات اللي ربنا يقدرك عليه. القرآن منهج حياة، بس مش مجرد قراءة فقط كده أماني، لا، عايزين قراءة بتدبر، عيش مع كل آية حتى لو ما ختمتش إلا ختمة واحدة، ولكن عايش كده مع كل آية ومع كل حرف. أنا أرجو أن أنت تنتفع بيه أكتر من أن أنت تقرأه 20-30 مرة وأنت لا تفقه ما تقول. افرح بشهر رمضان. السنة فعلا بجد السنة ما تنفعش من غير رمضان. عارف رمضان ده هو ميزان السنة، ميزان السنة فعلا. يوم الجمعة ده ميزان الأسبوع، واللي قيام الليل التلت الأخير ده ميزان اليوم، واخد بالك؟ ورمضان ده ميزان السنة. فميزان السنة اللي بيوزن السنة كلها ويظبطها هو رمضان. الصحابة كانوا مقسمين السنة نصين، 6 شهور يقول يا رب بلغنا رمضان، و6 شهور يقول يا رب تقبل منا رمضان. فالسنة كلها مضانها على رمضان، لأن يعني رمضان ده منحة ربانية. احنا النهاردة المفروض نبكي من الفرح ان ربنا اكرمنا وعشنا رمضان، وربنا سابنا نفضل عايشين لحد ما نوصل لليلة 21 و23 و25 و27، ما شاء الله ما بقي إلا ليلة 29، بلغنا رمضان وعيشنا أجمل ليالي رمضان، الليالي اللي بتمر بسرعة البرق، ولما بتعدي كلنا بنبقى زعلانين جدا ومتضايقين، وحق لنا ان احنا نحزن، وحق لنا ان احنا نجمع وان احنا نتضايق ونحزن. افرح بليلة القدر. وفي ناس طبعا استشعرت ان ليله القدر كانت ليله 25، وبعضهم قال ليله 27، وان كنت انا استشعر يعني كنت مستشعر انها ليله 25، لكن يعني عايز اقول يعني هنيئا لكم، هنيئا لكم. ليله ربنا جعلها مكافاه ربانيه، ليله القدر. خاتم امبارح واول امبارح واول اتكلمنا 3 ايام على ليله القدر، كلام الحمد لله رب العالمين. اتمنى يكون كلام فعلا يعني تنتفعوا به في الحديث عن ليله القدر. ليله مكافاه ربانيه، لا هقول لك ب 100 سنه ولا ب 200 سنه ولا بمليار سنه، والله هي اكثر بكثير، لانها مكافاه لم يذكر المولى عز وجل فضلها. قال ليله القدر خير من 1000 شهر. اذكر جنة ربنا، اذكر رضوان المولى عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرحة صدقوني مش هتكتمل إلا بإن احنا نحب الخير لبعض، وإن احنا نحب بعض، وإن احنا ما ننساش الدعاء لإخواننا من أهل سوريا. نكبات كبيرة قوي ومآسي كبيرة قوي، مش هقدر أوصفها لكم كلكم، أدي أكيد بتشوفوا القنوات الإخبارية، لكن عايز أقول لكم حاجة والله العظيم، ومن كلام من ناس من قلب سوريا، وأنا إن شاء الله على موعد مع أهل سوريا إن شاء الله بعد العيد مباشرة، مسافر هقعد معهم هناك إن شاء الله شوية. أقسم لكم بالله والله العظيم ما يحدث وما تسمعونه وما ترونه على شاشات القنوات ما يجيش 1 من 100 من اللي بيحصل لأهل سوريا. مذابح جماعية، ناس بتدفن أحياء، نساء بتغتصب، بنات بتغتصب، أشياء لا تخطر على قلب بشر، تعذيب لا يخطر على قلب بشر. مش مجرد قتل بالسلاح بس، اللي بيتمكنوا منه ما بيردوش يضربوه بالرصاص، بياخدوه يفضلوا يعذبوا فيه، وفي الآخر بيذبح بالسكين، بيذبحوا الطفلة الصغيرة اللي عندها 1 أو 2 سنين قدام أمها، لما الأم بتكاد إن هي هتموت من رؤية هذا المنظر. ولكم أن تتخيلوا طفل صغير ملأ قلبك فرحة وسعادة وهو بيتقتل قدام عينيك. تخيلوا حضراتكم ناس في عز رمضان، في عز صيام رمضان والحر الشديد ده، مش لاقين لقمة ياكلوها يفطروا عليها، مش لاقين شربة مية، مش لاقين أي حاجة خالص بالمرة. ادعوا لهم من قلبكم، ربنا يا رب يفرج كربهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على بشار واعوان يا رب العالمين. جمعني الله واياكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، نلتقي غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نقرا في الكتاب المستبين، لما نقرا في الكتاب المستبين.